الشكل اللي احنا بنشوفه ده او شفناه امبارح من خلال تجربه امس امام كولومبيا، شكل منتخبنا او وضعه هيكون ايه في مجموعته؟ وتعتبر طبعا مجموعه قويه. كابتن شريف مساء الخير عليك. مساء الخير يا كابتن. ازيك كابتن؟ تحياتي ليك وكل سنه طيب. 17 رمضان بقى، بقالي 17 يوم ما شفتكش كده. رمضان طول قوي يا كابتن. حبيبي يا كابتن شريف، كل سنه طيب. رايك يا كابتن في تجربه منتخبنا امس والاداء والنتيجه؟ يعني خلاص نتيجه، على فكره نتيجه كويسه يا كابتن. يعني لو هنتكلم ان ده لو حصل في كاس العالم في اولى مباراتنا امام اوروجواي، اعتقد هتبقى نتيجه كويسه. بص يا فاروق، انا بسمعك دلوقتي وانت بتعلق الحقيقه، انت غطيت كل النقاط بشكل كبير قوي كبير قوي، وما سبتليش حاجه اقولها. لا كابتن، لا العفو، انت هتقول كل حاجه دلوقتي طبعا. والله يعني انت بس كل اللي حاطه عليك فاتت، حتى من اخر كلام قلته انت التمركز الدفاعي حتى عشوائي، يعني حتى هم مش فاهمين هم واقفين عايزين ايه من وراه. يعني كابتن بس معلش لو نقدر نغير المكان او كده، لان في الصوت مش واضح ليا. انا ماشي على المحور. طب ده مشكله لوحده. طيب اتفضل يا كابتن اتفضل. بقول لك الحكايه حكايه ان اللعيبه مش عارفه هما بيعملوا الماتشات دي ليه. يعني انا لو بتفرج على ماتش تونس مثلا، تحس ان في تقارب من الخطوط، وتحس ان في هويه. حتى الراجل اللي كان بيقولوا بيلعب عندنا ده، الباك ليفت معلول ما شاء الله، امبارح سبرنتات وخف ورايح جاي وعامل شكل هجومي، وفي حاله تعويضيه من الناس اللي جنبه. اذا كان الهاف ليفت بيغطي عليه لما بيهجم، اذا كان السيرد باك بيمشي ناحيه الشمال لما بيحصل حاله هجوم من ناحيه الشمال، عندهم ميكانيزم، عندهم فكر، عندهم فرقه بتطلع مع بعض وترجع مع بعض. احنا ما عندناش غير زي ما انت قلت الميز باص، لان الميز باص لما اللاعب بيمسك الكوره يدور على زميله ما بيلاقيش اي تحركات، والمسافات بينهم وبين بعض، وبقى عندهم العين اللي هي موجوده على صلاح الوهمي. صلاح ما كانش موجود، انما هو وهمي بالنسبه لهم. هم معتمدين ان صلاح راجع، وهيكون هي دي خط الهجوم الوهمي اللي بيلعبوا عليه. مع احترامي لكل القدرات والجماعيات اللي موجوده، احنا محتاجين وقت كبير قوي عشان نترجم اي شكل انت تقدر تتكلم عليه قدام كولومبيا، قدام اليونان، قدام اي حد. انت نفسك مش قادر تختار مجموعه تواكب طريقه اللعب اللي انت بتلعبها، فلازم تغير طريقه لعبك على الامكانيات اللي عندك. كان الامكانيات اللي انت عندك، انت النهارده بتغير من حتى تريزيجيه امبارح، تريزيجيه بيلعب ناحيه شمال. انا لسه كنت هكلمك على الجزئيه دي يا كابتن. يعني تشكيله المنتخب امبارح، هل كان فيها اي اعتراض او مثلا وجهه نظر الكابتن شريف مختلفه في وجود تريزيجيه ناحيه اليمين او رمضان صبحي ناحيه الشمال؟ هل كان فكر في حاله تعويضيه فاروق بالنسبه لمحمد صلاح لو مش موجود؟ فهو فكر حتى في تريزيجيه انه يجي ناحيه اليمين ويودي رمضان صبحي يعتمد عليه برضه على يعني شكل محطه كده، ممكن يعمل له نقل للحركه. انما نقل الحركه ده دايما اللي هو في عبد الله السعيد والاثنين اللي جنبه، هو بيحاول محمود عبد العزيز انه يعوض غيابات النني. الناس كلها بتجتهد بتجتهد، بس بعدم دراسه، بعدم هويه زي ما انت قلت. بسمعك هي ما فيش هويه للعيبه، هم بيلعبوا مش فاهمين بعض، مش مترجمين اي خطط، كل حاجه عشوائي. شيكابالا بيحاول يقتنص اي شيء من موهبته ان هو يترجمها لهدف او اي حاجه. ده ستر ربنا ان الكره اللي انت بتتكلم عليها بتاعه حجازي او بتاعه رمضان صبحي ما دخلتش جون امبارح. لو دخلت وانت كسبت كنت افتكرت ان انت الاسلوب اللي بيلعب بيه كوبر هو ده الاسلوب الامثل، ان هو بيفضل يدافع يدافع وبعدين يخطفك في هجمه مرتده. وهو ده الكلام اللي احنا وصلنا بيه كاس العالم. فالشكل ده احنا مش متعودين عليه الحقيقه. طب كابتن شريف، انا عايز اسالك سؤال. احنا امبارح هل عندك علامات استفهام على لاعبين وادائهم امبارح، ولا اللاعبين زي ما بقول مظلومين في وضع الاداء التكتيكي اللي موجودين الموجود فيه اللي هو المنتخب في الوقت الحالي؟ بص انا هقول لك على حاجه فيه. يعني امبارح رمضان صبحي ما شفناهوش بالشكل اللي احنا معروف عنه، ايضا عبد الله السعيد يمكن كان بعيد شويه، تريزيجيه لما جه ناحيه اليمين زي ما انت بتتكلم كده كابتن، كان الامور بالنسبه له، يعني الامور بالنسبه لباقي اللعيبه كتير مش هم دول اللعيبه اللي احنا عارفينهم. يعني خلي اللعيبه تحس ان في قصور حصل في الفتره اللي فاتت دي كلها. واحنا بيني وبينك كمان انا مش قادر احاسب اللعيبه على الحاله الرمضانيه اللي احنا فيها. يجوز يكونوا طبعا بيصوموا كلهم ومش قادرين يخشوا في الفورمه بتاعت الماتشات في حاله الصيام وحاله الفطار وكده. ففي حاله دلوقتي من التشتيت الذهني، وهو قال لك انا همشي سته. يعني في برضه عامل حاله توتر كده في المنتخب. يعني اللعيبه حتى كل واحد في المكان بتاعه او كل واحد في المركز بتاعه، ده اللي حاسس ان هو مش هيقدر يستغنى عنه.
كل حاسس ان هو بينزل ما بيأديش فهو ممكن يمشيه، فبرضه خلقت حاله من التوتر في 6 لعيبه هيطلعوا منتخب مع حاله لعيبه تانية المفروض كانت تيجي ما جاتش، او كانوا على مستوى كويس جدا. وانت عارف وانا عارف في كام لعيب في مصر كان المفروض يبقى موجود على الاقل في الماتشات التجريبيه دي، على الاقل حسين الشحات كان لازم يبقى موجود، وليد سليمان، عمرو السوليه، للظروف اللي هي حصلت بالنسبه للنني. فالحاله التعويضيه اللي هي موجوده برضه مش مدياله اعتقد الثبات الفكري او الوعي اللي هو هيفكر بيه قدام كل فرقه. كل ما بنلعب فرقه معينه زي اوروجواي مثلا او روسيا كل حاجه هتبقى ليها ظروفها. فانا لازم على الامكانيات اللي عندي احط الخطه، انا مش هتبقى نفس الخطه. يعني انا ما ينفعش ابقى عايز هدف من المباراه والعب برضه باثنين بطارق حامد جنبه محمود عبد العزيز او جنبه اي حد هيبقى موجود وقدامهم عبد الله، وهنحط الاطراف بعيد على سنتر فيلد لوحده وحيد، على هتلاعب شيكابالا ولا مش هتلاعبه. يعني ده التكتيك الفكري اللي هو انت مستكفي انك انت وصلت لكاس العالم، ولا هو في تكتيك انك انت تعدي دور ال 16 زي ما الخبراء بيقولوا ايام صلاح ما كانش متعور كان عندك فرصه كبيره قوي ان انت تعدي دور ال 16 وتوصل للثمانيه. نتمنى ان احنا نوصل يا كابتن، بس انا عايز اقول لك كابتن خلاص يعني امبارح بتجربه امس واضح جدا الفرق الشاسع اللي بيعمله محمد صلاح في اداء منتخبنا، على فكره مش في اداء منتخبنا بس، في اداء حتى فريقه ليفربول يا كابتن، يعني بس عشان نبقى ما نظلمش الكوبر في الحته دي بالذات مع الفارق طبعا عندك امكانيات طبعا امكانيات فريق ليفربول كلها. صلاح لو جنبه ماني وجنبه فيرموني ده وجنبه الناس دي بيفرق كتير قوي، انه بيقدر يصنع لهم هو كمان بيقدر يصنع لنفسه والفريق ولنفسه وليهم هم، العين بتبقى جايه عليه، فالعين لما تيجي عليه لازم انت يبقى عندك فردتين يستخدموا العين اللي رايحه على صلاح في اوروجواي وفي روسيا. انا مش عامل حساب ماتش السعوديه اللي انا رايح فيه نقاط في جيبي. طب كابتن شريف يعني بتتوقع منتخبنا في اولى مبارياته في ظل الاداء ده ايه اللي يحصل؟ بص واضح من انت قلته النهارده وانا بسمعك ان الضغط لما بيحصل على لعيبه مصر بيفقدوا الكوره وبيحصل حاله ارتباك لعدم تحركات والظهور لبعض، يعني ما بيساعدوش بعض في حاله كل واحد وريني امكانياتك ايه، كل واحد وريني هتعمل ايه، فاهمني؟ يعني مش جزء فردي يا كابتن، مش حافظين بعض، مش عارفين امتى الباص هتبقى اللي هي الفعاله اللي هي بنسميها الديد باص القاتله اللي هتروح، مش لاقيين العناصر اللي هي هتقدر تترجم السرعات دي كلها في غياب محمد صلاح. ففعلا وانت بتتفرج امبارح طلعت المقوله هذا هو منتخب محمد صلاح، ودي بقت 70% مقوله صحيحه. انا بتناقش مع حضرتك كابتن، تخيل يمكن على مدار الشوطيه كابتن شوطين المباراه كابتن شريف ان احمد فتحي وعبد الشافي ما طلعوش للجزء الهجومي غير احمد فتحي مره وعبد الشافي مره لو تتذكر يا كابتن، واحده اللي هي كره رمضان صبحي والثانيه اللي راحت كورنر واللي اتلعبت لحجازي كورنر وكان المفروض يجي فيها جون، بس طبعا هم دول الكورتين بس اللي طلعوا فيهم الباكين بتوعنا. طب ما هو ده في حد ذاته قصور في الجزء الهجومي ليهم. انت فكرتني بحاجه، انا مشكلتنا ايه؟ راسنا براس البرازيل وراسنا براس الارجنتين وراسنا براس كولومبيا وراسنا براس كل الفرق دي ومتساويين معاهم في الامكانيات والدوافع وكل شيء، وده اسلوب خاطئ يعني فاهمني؟ احنا ما عندناش كل ده الحقيقه، احنا امكانياتنا الموجوده دلوقتي بفارق السن والتفاوت بين اللاعبين مع بعض بالمجموعه اللي وصلتك كاس العالم بالحكايه دي مش متكامله، حتى راح منك 2 منهم او 3 يعني انت راح منك نني، وان كان النني فيه تحفظ على اداؤه انما برضه نقطه نظام بيبقى موجود في الملعب من اللعيبه من لا هو مؤثر يا كابتن، انت كلامك مظبوط ان في يعني علامه استفهام في حاجات كده معينه، لكن واضح جدا من الماتش امبارح لا ان هو لا بيعمل بالانس في جزء نص الملعب. الميز باص بيبقى قليل، عنده خبره بيقدر يتعامل مع محمد صلاح برضه شويه من الشكل الاحترافي اللي هم كانوا فيه على مدار السنين اللي فاتت. فاللي انا عايز اقوله لك ان شاء الله محمد صلاح، انا على فكره اصابه الكتف دي عندي والعب بيها وكل حاجه وكمان ان شاء الله التمزق ده او الكدمه الكبيره اللي هي حصلت دي تتلاشى ويقدروا بسرعه الدكاتره يعدوه منها، وان كان بالحقن كمان يعني انا عارف ان هو محترف دلوقتي مش هيسمحوا لاي تدخل غير تدخل سليم 100% عشان
الراجل ما حصلوش اي محافظه او اي حاجه، ان شاء الله يرجع بالسلامه كابتن ويبقى في اولى المباريات نتمنى طبعا. كابتن قبل ما يعني السؤال الاخير لحضرتك، قائمه المنتخب اللي ان شاء الله هتكون يوم الاثنين او قبل يوم الاثنين مستر كوبر هيبعتها للفيفا عشان طبعا خلاص كل الاقاويل عن بعض اللاعبين ان هي تبقى موجوده ومش موجوده خلاص بينهيها بهذه القائمه، تتوقع خروج مين يا كابتن في هذه القائمه؟ ما اعرفش، هو يعني انا مش حاسس ان هو هيغمن على حد يعني او هيغدر بحد من اللي وصلوه قبل كده. انما انا شايفه بيحوم حوالين كوكا ان هو يكون مش موجود معايا يعني. او يقول ان كوكا ما ساعدش نفسه مثلا. اللي هو استقدامهم وشافهم وجرب فيهم اعتقد تاني محمود عبد العزيز ده هو اقرب واحد اللي هيقعد يعني، الباقي بقى انا مش عارف. شيكابالا ومحمود عبد العزيز انا اعتقد ان هم موجودين يعني. الكوكا بقى وبيدي الوقت في 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 خط الظهر مثلا عمرو طارق، ايمن اشرف، طبعا سعد سمير، علي جبر، احمد حجازي، طبعا في حراسه المرمى عندنا اربعه برضه كابتن، في واحد مش هيبقى موجود سواء عصام الحضر، شريف اكرام، الشناوي، عواد، عواد وشريف اكرام يا كابتن، تاني شريف اكرامي يعني بعد شريف اكرامي الاخرانيه في الكاس دي اعتقد شريف اكرامي يبقى بره القائمه كابتن. لا هيبقى موجود يعني كتالت يبقى عواد ان انت او هياخدوا بقى واحد من اسماعيلي واحد من الاهلي واحد منتخب مصر الطبيعي اللي هو الحضري كان شكله كويس قوي الماتش. عمرو طارق يبقى الاقرب يا كابتن للخروج ولا انا ما شفتش بتشوف مين؟ ما خدتش بالي منه يعني. هو واخد حاجات عشان حتى لما يمشي الناس ما تحسش ان كان في فرق كبير جدا يعني ومن حق الناس اللي وصلوك برضه يا فاروق ان هم يبقوا متواجدين طبعا، يبقى هم حتى كوكا يعني حتى لو مش هيلعب او هيحتاجه في وقت من الاوقات او في لحظه من اللحظات في شكل هجومي كده معين هو بيترجمه، هو لازم يطمع يعني. انا كل اللي بتمناه ان كوبر يطمع بقى لنفسه ويبعد عن الاسلوب اللي بيلعب بيه اللي هو التحفظ على عدم الخساره ده، الخساره في كاس العالم يعني انتهاء يعني، انك تروح بدري وتلم حاجتك وعدم حته التمثيل المشرف دي خلاص مش عايزينها كابتن دي الصراحة. راحت بقى من العالم كله يعني. تتفرج على تونس دي هتعمل ايه نيجيريا؟ امبارح كان ماتش رائع تونس وتتعادل مع تعادل مع تونس. كل اللعيبه انزلوا متعوا نفسكم. انزلوا وريني امكانياتكم ايه. يلا جو يعني عايزين ان شاء الله نبقى لنا شكل زي ما الخبراء، الخبراء كلهم كانوا بيقولوا ان مصر مرشحه انها تعدي الدور اللي بعد كده. يعني واخدينهم قبل اورجواي يعني. نتمنى كده كابتن ان شاء الله، كابتن ان شاء الله تبقى يعني كل مصر تتمنى عشان يعني يبقى امبارح الاداء ده يبقى استثنائي والشكل الفني يعني يعني نتمنى ان يبقى الوضع مختلف طبعا في كاس العالم. يمكن كوبر عايز يفاجئنا يبقى فاجئنا بالاداء والنتيجه. كوبر ملوش يد في القصه غير الفرقه اللعيبه اللي عنده اللي هو اختارها اللي هيحط منها امكانيات اللعيبه عندك. انا بشوف اللعيب المصري يعني ان الله احب ناس ان ارادوا اراد يعني. هو اللعيب المصري لما بيجي في ازمه ابص الاقيه بيتنحرر وسبرنتات وبيجري ودخل في الازمه. لما تولد فيه فكره ان انت تطلع بالدرون من ماتش اورجواي، تطلع بنقطه من ماتش اورجواي وبعدين تلهس ورا صاحب الارض، دي هتبقى حكايه. ربنا يوفق يا كابتن، نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. يعني عندنا تجربه ثانيه ان شاء الله امام بلجيكا، نتمنى كل التوفيق ليهم ان شاء الله. كابتن شريف انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن، كل سنه وانت طيب حبيبي. كابتن شريف عبد المنعم طبعا واحد من نجوم مصر ومنتخبنا الوطني وايضا النادي الاهلي طبعا، لاعب كان مميز جدا، فرود مميز. هو بيتكلم طبعا بحكم